طبعا بما ان الاجواء اليوم جميله طلعنا رحله مع الجامعه للكونتري سايد في برايتون. هنا مدخل المطعم، مطعم كافي شوب، ديزاينه من داخل مره ريفي، اوريكم اياه. صراحة اليوم الجو حسن كيف الخرفان يجننون كيف القطيع جاي عاد كيف يوصل أنا ما أدري إيش كذا نسوي. هذا طريقنا وهنا طريق الخرفان عشان ما نتهاوش.
للحين ما وصلنا، بس المنطقة مرة روعة. He's going to land. He's going to cross. He wants to land there. You see, he can even go a bit up. Yeah. He wants to land. وصلنا للقمة، خلاص ما في شيء أعلى منه. شوف كيف الناس هنا جالسين. مرتفعات عن يساري وعن يميني. تبون تشوفون إحنا وين؟ Okay. بدون ما يشغلني زميلي. شوف هذا كيف البوزنج حق التصوير. شوفوا الفيو يجنن. طبعا الجروب اللي معي مرة خوافي، ما حد رضي يجي. شوفوا الرومانسية بس. I was born to love you. حبيت الحركة تبع الحصى، بس أتوقع لو عندنا بالسعودية كان حط رقمة. صراحة المنطقة مرة تجنن. طبعا المهم تجونا كان الجو حلو.
ماسك الخرفان بس نحاشه ناسي لي واحد شوف النشا حق الخرفان